طيب معانا الأستاذ وحيد عتيق أحد رجال الصناعة في مصر. أستاذ وحيد اتفضل. السلام عليكم. أهلا يا أستاذ وعليكم مصطفى. السلام، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. في واقع الأمر يعني إحنا لامسين دور كبير من قبل الدولة والحكومة والقيادة السياسية في تشجيع الاستثمار الجاد، ولا سيما القطاع الخاص والرعاية الطبية والصحية بشكل واضح تماما يعني. نعم. وبيذللوا كافة العقبات أمامنا. إحنا على سبيل المثال أحد مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نعتبر من أوائل المشروعات في الصناعات الدوائية. نعم. والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كلنا نعلم جيدا دورها، هي قاطرة التنمية الاقتصادية والصناعي بموقعها الجغرافي وحوافزها ومميزاتها. واحنا من اوائل الناس اللي استثمرنا في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس ثقه منا في تميزها وانفرادها عن باقي المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه في العالم الحقيقه يعني. هي من اميزهم. ووجدنا دعم كبير من القيادات بها في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس والقيادات الحكوميه بشكل عام. ولكن لما بنتكلم على استكمال تذليل العقبات اللي بتقابل المستثمرين الجادين اللي واقفين جنب البلد وبيشغلوا ايد عامله وبيصدروا وبيمثلوا قيمه مضافه وبيسدوا فجوه استهلاكيه في مصر، ففي امر الحقيقه بسيط ولكنه أصبح مقلق جدا نظرا للظروف اللي كلنا عايشينها الحقيقة، وهي عدم توافر النقد الأجنبي والدولار بشكل عام، والفترة اللي كلنا كمستثمرين مصريين مستحملينها ومقدرينها وداعمين جدا كل القرارات السياسية اللي بتؤخذ في هذا الشأن. من ضمن الأمور في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعني هل يعقل ان نسدد مستحقات استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار؟ يعني احنا جوه مصر وبنسدد الكهرباء بالمصري والمرافق والمية والصرف بالجنيه المصري، نيجي النهاردة نسدد استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار ونرجع الكهرباء بالمصري والغاز بالدولار؟ طب ليه؟ السبب غريب جدا يا فندم. يعني احنا بنقول لهم ده احنا في اميز منطقه اللي هي المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، ليه يا جماعه يا شركه الغاز سيتي جاز طاقه او الشركه اللي ماسكه المنطقه هناك بتدفعونا استهلاكات الغاز الطبيعي بالدولار؟ ليه؟ واجيب منين مورد للدولار النهارده؟ يردوا يقولوا ده كان قرار رئيس مجلس الوزراء سابقا من اوائل التسعينيات، يعني قرار قديم عفى عليه الزمن من حكومات سابقة وما زال موجود. نعم. بيقول إن المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. أستاذ وحيد أنا معذرة عشان الوقت، بس رسالتك وصلت، احنا متضامنين معاك في ان احنا بنرفع الطلب ده للسيد الدكتور رئيس الوزراء انه زي ما بتاخد الكهرباء بالمصري خد الغاز ايضا بالمصري عشان الناس تقدر تشتغل. لأن شكرا احنا ليك. منطقة حرة. نعم، منطقة ذات طبيعة خاصة. شكرا ليك استاذ.